صحة ألسنة الشعراء. الطرق الآن مع الشاعر عبد الله بن عتقان، والشاعر مرهب البقمي، والشاعر حمدان العصيمي، والشاعر سلطان المنصوري. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا 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 لا لا هاي من حروف الكلام. لو يتعب الشاعر أفكاره علشانها، لو يتعب الشاعر أفكاره علشانها. الليلة الحالة رغم الحروف الكلام، كامل ما يجيها الملام. الليلة الحفل كامل ما يجيها الملام. رسالة واضحة للناس عنوانها، رسالة واضحة للناس عنوانها. الليلة الحفل كامل ما يجيها الملام، رسالة واضحة. يا مرهب الله يحفظك من عيال الحرام، النار من فوق راسك شفت دخانها. شذيت عن واقع التقدير والاحترام، شذيت عن واقع التقدير والاحترام. وتجيب لك سالفة ما جبت برهانها، وتجيب لك سالفة ما جبت برهانها. شذيت عن واقع التقدير والاحترام، ما غير برد وسلام.
تشف نارك وترجع تجلس وزانها تشف نارك وترجع تجلس وزانها قعدت لي بدارك وما لي بردوس لو ان طيرك يا بن عتقان رفرف وحام ترمي والهمة ما لها مم الناس تذهب وترمي والهمة ما لها مم بندك وشلون حبتها ونشانها بندك وشلون حبتها ونشانها الناس تذهب وترمي والهمة ما لها مم تقعد ثمانين عام ما عاد تقدر تدينها وتدانها ما عاد تقدر تدينها والله ما تحمل صرف سطح جانها اقعد سيدان ناصر انا ما اشوفك بعيني يا صغير المقام اشوفك بعيني صغير المقام حتى لو انك زعيم سليم ولسانا شخصيتك بالضعف والانفصام وان قلت وين الحقيقة قلت لك عانا وانا لي جبت حجة جبت برهان